من قبل فترة لاحظ الجمهور العلاقة المتوترة اللي كانت بين كل من قمر الطائي ولانا ولين محمد، حيث ربط البعض هذا الخلاف بنورمار نظرا لخلافه مع قمر وتصويره مع لانا محمد خلال فترة معينة. ولكن قمر ردت على هذا الموضوع من خلال ستوريهات سناب شات قبل فترة، وأكدت أنها مو مهتمة بالعالم ومع مين تصور، وعلى أنه كل شخص حر مع مين يتصور. فاستغرب الجمهور من سبب الخلاف، وصار عم بيلاحظ خلافهم يوم بعد يوم من خلال ستوريهاتهم أو بثوثهم المباشرة وخرجاتهم. لترد قمر وأخيرا وتحكي عن السبب الرئيسي من خلال فيديو على يوتيوب، وضحت فيه عدة نقاط من بينها سبب خلافها مع لانا محمد، حيث أكدت قمر أنها ما عندها أي مشكل مع لانا، وسبب خلافهم كان أن لانا شالت الفولو عن قمر من انستغرام لأسباب مجهولة، هذا اللي دفع قمر تشيل عنها الفولو أيضا وتعملها بلوك لأنه قمر اعتبرت هالحركة غير لائقة. وبعدها بأيام التقوا بدبي وتجاهلوا بعض وما حكيوا مع بعض نهائيا لحد الآن. فبعد هذا الفيديو شفنا وتفاجأنا من فولو متبادل من طرف كل من قمر ولينا محمد، فهذا يعني أن لانا ولين حضروا الفيديو، ولين اختارت الصلح مع قمر، ولكن الغريب أن لانا ما استجابت للموضوع واختارت عدم الرد. فشو رأيكم بتصرف لانا، وهل برأيكم حيكون في صلح بينهم؟ وتحدثت قمر أيضا عن نورمار والسبب اللي خلاهم يكونوا على خلاف، والسبب الرئيسي حسب حكيها كان اختلاف أفكارهم وفكرهم مما خلاهم يبعدوا عن بعض بشكل نهائي. وتحدثت أيضا عن مشكلتها مع برهوم مع الراوي اللي كانت من قبل فترة من بعد ما وصفها برهوم بالحية، وأكدت أن الخلاف كان من بعد نشره لفيديو جاب فيه سيرتها، والفيديو ما أعجب قمر مما خلاها تتواصل معه على الخاص، وكان رد برهوم لا تشخصنيها.